عرب المستقبل، من أمة رعايا إلى أمة مواطنين، كان عنوان المؤتمر الحواري حول رؤية مستقبلية ضمن الجغرافيا العربية الواحدة على مدار يومين في مدينة اسطنبول. بمختلف الأيديولوجيات والتيارات في الوطن العربي، ينبغي أن الواقع بحاجة إلى سردية عربية جديدة تعيد رسم المستقبل للأجيال القادمة لتخطي هذه الفترة الصعبة والراهنة من تاريخ أمتنا العربية. حضر المؤتمر عدة شخصيات فكرية وسياسية وثقافية وإعلامية من مختلف البلدان العربية والمقيمة في بلاد المهجر للمساهمة في عدة ورشات عمل لتبادل الأفكار وطرح مبادرات للعمل على تحسين الصورة العربية عبر وسائل الإعلام المختلفة. نحن نرى أن الشعوب العربية الآن تستفيق شعبا بعد شعب، وهذا يتطلب من القوى التي تؤمن بهذا التغيير السلمي الديمقراطي أن تجتمع وأن تفكر مع بعض وأن تؤازر بعضها البعض، لأنه للأسف الشديد غرفة العمليات التي تآمرت على الربيع العربي ولا زالت تتآمر هي غرفة واحدة لها إمكانيات رهيبة ولها أموال رهيبة ولا يعني لا تتخلف عن أي موبقة لضرب استفاقة الشعوب. إذن كان من الضروري أنه احنا نتلاقى لنؤازر بعضنا البعض، لنشجع بعضنا البعض، لنقول أنه هذا الربيع مازال متواصل. الرؤية التنموية والتأثيرات الاقتصادية كان لابد لها من مساحة للنقاش خلال المؤتمر، لا سيما أن الاقتصاد العربي رهين التبعية الاقتصادية للقوى المهيمنة على العالم. فكرة المؤتمر كانت تركز على نتائج عملية ورؤى خارج الصندوق العربي المعتاد، يعني للوصول إلى حلول، يعني استخلاص حلول عملية للدخول إلى المستقبل. هذه هي الفكرة الأساسية من المؤتمر. إذا لم تحقق، يعني نحن لا نطمح إلى تحقيق كامل آمالنا وأجندتنا، يكفي أن تحقق نسبة معينة تكون خطوة في الطريق ويأتي بعد من يستكملها. منطقتنا الصغيرة تحديات كبيرة تواجهها أغلب الدول العربية على كافة الأصعدة الفكرية والتنموية، فكان لابد من عصف ذهني في محاولة لوضع استراتيجية خارطة طريق واضحة بعيدة عن ضبابية الواقع الحالي لنقل المواطن العربي من رعايا إلى مواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم.